أيها السيدات، أيها السادة، ضيوفنا الأكارم من الحركة النقابية والجمعوية، أسرة الإعلام، السلام عليكم. أزول اللون الصحيح. اسمحوا لي أولاً أن أعبر لكم عن سعادتي بتواجدي في رحاب هذه الندوة التي ينظمها حزب جبهة الإخوة الاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للعمال. هذا التقليد الحميد الذي كرسه الأثفاس تزامنا مع حلول الفاتح من ماي من كل سنة، وذلك عرفانا من حزبنا بالتضحيات التي قدمتها ولا تزال تقدمها الطبقة العاملة ببلادنا، ووقوفا معها ودعما لها في كفاحها المستمر من أجل انتزاع حقوقها المشروعة المتمثلة في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم في كنف دولة الحق والقانون المنشودة والدولة الديمقراطية الاجتماعية التي نناضل منها أجلها جميعا، إذ نادى بها بيان أول نوفمبر وأكدتها أرضية الصمام لما جعلت من الاتحاد العام للعمال الجزائري التاريخي جزءا لا يتجزأ من المشروع الوطني التحرري. لا يفوتني أيضا أن أجدد الترحيب من على هذا المنبر بضيوفنا الأكارم من منشطي هذه الندوة من نقابيين وجامعيين، ونشكر لهم استجابتهم المتجددة لدعواتنا، ما يبقي آفاق تعزيز التعاون بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني قائمة ومستمرة جانبا إلى جنب من أجل تكريس التغيير في ظل السلمية والصمود والتضامن. وإذ نتناول اليوم في لقائنا هذا الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية بالإضافة إلى حقوق العمال والحريات النقابية، فهذا رغبة منا في إحياء النقاش الوطني من حول هذه المواضيع الحساسة، وتشريحا للواقع وتعديلا للعراقيل والتضييقات، ثم اقتراحا للكيفيات وطرق التعبئة والتجنيد في ظل المعطيات الوطنية المستجدة والدولية، مع إبراز الحاجة الملحة للتكيف المستعجل بها. أيها الحضور الكريم، إننا نرصد وبشكل متسارع ارتفاعا رهيبا في مستويات الفقر، غلاء غير مسبوق للمواد الواسعة الاستهلاك وندرة مس المواد الأساسية المدعمة، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وأضعف مستواه المعيشي المنهار أصلا، إضافة إلى للشوماج الذي يعني البطالة، إضافة إلى البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها. فإن الوضع الاجتماعي المعقد اليوم الذي أثقل كاهل المواطن الجزائري هو نتاج عن سياسات خاطئة متعاقبة لمنظومة الحكم منذ الاستقلال إلى اليوم. فالإجراءات المتأخذة مؤخرا لتدارك الأوضاع، وإن كانت في نظرنا ضرورية، فإنها تبقى غير كافية لضمان العيش الكريم للمواطن، فهي للأسف تعد مجرد مسكنات لا مفعول يرجى منها في ظل تردي المؤشرات الاقتصادية الوطنية، لا سيما ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة عملتنا الوطنية. فمن الواجب اليوم علينا تهيئة كل الظروف الملائمة لتجنيد كل الكفاءات والطاقات الوطنية وكذلك الجارية في المهجر، قصد خلق بيئة ملائمة لاستثمار شفاف وخالي من الرشوة والفساد والممارسات البيروقراطية. يجب أن نجند الموارد المالية الناتجة أساسا عن تحويل وتصدير المحروقات من أجل تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى، الاستثمار في المجالات المنتجة للثروة، ومحاربة عدم التوازن الإقليمي مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة. كما يجب رد الاعتبار لقيمة العمل وطي وبصفة نهائية صفحة اختلاس وتبديد موارد البلاد من أجل الحفاظ على زبانية طفيلية وشراء سلم اجتماعي افتراضي على حساب التنمية الوطنية المستدامة. ضيوفنا الأكارم، رفيقاتي، رفقاء، وعلى العكس تماما وعوض الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين ودعم دور المنظمات الوسيطة في إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الحوار الاجتماعي، نجد السلطة يا للأسف منشغلة في سن ترسانة من القوانين
الجائرة والتي مررتها بشكل أحادي ومستعجل في توجه ممنهج وصريح لتقييد العمل النقابي وتحييده من لعب أدواره الوطنية. إن القوانين الأخيرة المتعلقة بالممارسة النقابية والحق في الإضراب وما أحاط صياغتها من انعدام نقاش وطني ومجتمعات جدي يثبت نية السلطة في إخضاع كل المكونات الوطنية وإفراغها من الطابع النضالي اللصيق بها. إن الإشارة الصريحة في هذه القوانين إلى فصل العمل النقابي عن العمل السياسي لهو مجانبة للمنطق وتحول أعمى وخطير وضرب لأي تطلع نحو تمكين البلاد من الوسائل القادرة على تغيير الوضع القائم، بل هو ضرب لعرض الحائط لكل الأعراف السياسية الدولية التي تقر بها بالخلفية السياسية للمناضل النقاد. لقد عبر الأفافاس عن رفضه القاطع لمضمون هذه القوانين، ونجدد من هذا المنبر رفضنا اليوم، كما نجدد دعوتنا إلى إعادة صياغة هذه القوانين وفق ما تقتضيه مثل هذه النصوص المصيرية من نقاش جدي وواسع في المجتمع. أيها الحضور الكريم، إن المشهد الذي عرضناه لكم الآن هو جزء من مشهد الاحتباس السياسي العام الذي تعيشه البلاد، والذي من مظاهره تصاعد الفكر الأحادي، تجميد الفعل السياسي، والعودة خطوات إلى الوراء عن مكسب التعددية بكل أشكالها، بالإضافة إلى سيادة منطق الصوت الواحد على حساب اختلاف الرؤى والأفكار، وقمع أي تطلع نحو الانتظام الحر للمجتمع ونحو هيكلة مستقلة له، ومع تلاقي كل ما ذكرناه مع سياق دولي باعث لكل التوترات، فإن الأبواب قد تنفتح لا سمح الله، وفي أي لحظة على مخاطر قد تخرج عن السيطرة وتضع البلاد في مآزق لا يحتملها الآن أي أحد. فمن المؤكد أن سياسة الانغلاق والإصرار تفقد البلاد القدرة على اكتساب أي وساطات ذات مصداقية قد تساعد على إطفاء أي غضب شعبي وعلى الوقوف سدا ضد استغلاله أو توظيفه لأغراض غير وطنية، سواء انطلاقا من داخل الوطن أو من خارجه. إن محاولة هدم كل المنظمات الوسيطة سواء بإلغائها أو تقييدها أو بتعويضها بفولكلور من منظمات الصالونات نعتبره في الأفافاس مجانبة للصواب وحرمانا للمجتمع من أسبابه ووسائل تقدمه وازدهاره. وإن كان نحن في الحزب نشجع وننخرط دائما في المناهج العقلانية والوطنية، فلا يمكن لنا أن نقبل بمثل هكذا ممارسات. رفيقاتي ورفقائي الأعزاء، وإذ تفصلنا أيام عن اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإننا ملزمون بالتذكير أنه لا يمكن تجسيد انفتاح سياسي من غير انفتاح إعلامي حقيقي. انفتاح إعلامي لا يقاس بعدد الصحف أو القنوات أو بعدد الممارسين داخل هذه القنوات أو الصحف، بقدر ما يقاس بمناخ الحرية والسائد فيه والتشريعات المنظمة له ومدى مصاحبته لانفتاح المجتمع وتعبيره عن تطلعاته الحقيقية، خاصة في ظل عالم متسارع التحول أضحت فيه معارك الرأي والوعي أشرس وأدق المعارك، في ظل سطو نموذج إعلامي عابر للأوطان سلاحه شبكات التواصل الاجتماعي، فأي مقاربة إعلامية وطنية تضمن لمواطنينا حقهم في الإعلام والتعبير ولبلادنا سيادتها الإعلامية والافتراضية. أيها الحضور الكريم، لكي لا أطيل عليكم ونعطي الفرصة لخبرائنا وضيوفنا الأكارم لتشريح الوضعية سواء الاجتماعية أو مجال الحريات العامة، أجدد لكم
بترحيبي في مقر جبهة القوى الاشتراكية، هذا المقر الذي كان ولا يزال وسوف يكون في المستقبل من بين قلاع الديمقراطية والنقاش وتشجيع النقاش الحر. فمرحبا بكم في مقر جبهة القوى الاشتراكية مرة أخرى، إن شاء الله توفيقكم السادات لنا جميعا بما فيه خير للعباد والوطن. شكرا لكم. شكرا سيد الأمين الوطني الأول للأفافاس على هذه المداخلة الدينية وعلى وطن